بناء على شكوى تلقتها الفقه الاقليميه للدرج الوطني بشعيبيه كتيبه بيرتوتا نفاذها تعرض مصنع لعمليه سطو مسلح نفذها مجموعه من المجرمين مدججين بمختلف الاسلحه البيضاء اين تمكن الجنات من الوصول الى خزانات فولاذيه وسرقه مبلغ مالي من العمله الوطنيه والاجنبيه وكذا سرقه حافله تستعمل في نقل عمال المصنع ثم الفرار الى وجهه مجهوله عندها شرع المحققون في استغلال كاميرات المراقبه في المنطقه كما تم الاستعانه بخبراء وتقنيين تابعين للدرك الوطني الامر الذي مكن من الوصول وتحديد احد الفاعلين باحدى الولايات المجاوره هذه العمليه النوعيه مكنت من توقيف 13 شخص واسترجاع مبلغ مالي يفوق 32 مليار سنتيم اضافه الى مبالغ ماليه بعمله الاجنبيه تمثلت في 39 ألف دولار و 8340 اورو و 20 دينار تونسي حز 11 مركبه من بينها سيارة سياحيه فاخره